صب ماء في كوب نجيب، صب. براس دها املأ. صب كمان نجيب، املأ أكثر، املأ. أنا آسف يا نورين هان، الكوب مليان. عفارين نجيب، أهو أنت مقام هذا الكوب. الكوب ما تقدرش تملاه أكتر من حجمه، كذلك أنت نجيب. لا يمكن تتملي أكتر من حجمك. لزوم إيه الكلام ده ماما؟ لأن نجيب يبقى غلطان لو فكر ياخد أكتر من حجمه. أنورين هانم، نجيب يود مناقشتكم في أمر هام. خير نجيب. أنا يشرفني يا أنورين هانم، وسعدني ويشرفني إني أكون زوج للبرنسيس ملك. طبعا ليك شرف. الكوب المسكوب تطاول، منتظر إني أوافق نجيب. أنورين هانم، أنا تربيت في السراي هنا وسطكم، وحفضل شايل الفضل ده طول عمري، وجميل موافقتك انت والباشا. قرار، انا موافق. قرار مالوش قيمة الا بعد موافقة أنورين هانم. شوف نجيب، انت زي ابننا للأسف. لو فرض وتقدم للبرنسيس ملك ولد فلاح من طريق، كنت توافق؟ لكن نجيب ماما، الآن متغطي ببدل الضابط. لو ما كانش الباشا وقف بكاريتا وأنت 5 سنوات تحت أقدام خيول ولقطك من طريق، كنت عشت في أزقة وحواري، وكنت بالكتير فلاح أو تاجر فقير. وقتها كنت تجرؤ تتقدم لطلب ابنتنا؟ يا نورين هانم، فات سنوات وزي ما بيقولوا اللي فات مات، المهم اللي قدامنا دلوقت. نجيب، أنت تحب ملك؟ طبعا يا هانم، مستعد أضحي بأي حاجة حتى عمري علشان خاطر البرنسيس. أنا ممكن أوافق على زواج. ميرسي ماما. أنورين هانم قلبه طيب، وأنا حشيل ملك في عينيا. لا، تشيل ملك وأم ملك وأبو ملك وخدمين ملك في عينيك. ولابد تعرف أي وقت تتعدى حدودك تنتهي حياتك. أنت تأخذ ملك ونحن نأخذ طاعة، تنفيذ أوامر. موافق نجيب؟ موافق يا نورين هانم. أقعد نجيب. قل لي نجيب، حاسس إنك مذلول؟ طبعا يا هانم. إياك تتمسكن لما تتمكن، تمكنات يق. قرار، نقيم أفراح، مبروك زواج. متشكر،
متشكر يا هانم. بعد اذنك يا باشا، وبعد اذنك يا هانم هروح افرح ابويا وابلغه عشان يجي يقابلكم. ملعوب جديد، زواج يق. ليه انورين هانم ليه؟ اهالي نجيب ومعازيم رعاع يفسد زواج، ممنوع اي حد منهم يدخل سراي يحضر افراح. قلت ايه نجيب؟ قلت ايه نجيب؟ والله وخدنا من الاتراك، والله ونسيبنا السرايات. الله، ايه مالك يا نجيب يا ابني؟ مطاطي كده ليه؟ بقى ده شكل عريس هيناسب السرايات. وازاي حددوا الفرح الخميس اللي جاي كده فجأة؟ هو انت مالكش اهل ولا ايه؟ خير البر عاجله يا حامد يا ابني، وهو قدامنا جمعة بحالها. المهم تحدد لي ميعاد مع الباشا اتكلم معاه وارد اعتباري. وانا كمان لازم افصل لي جلابيه تشرف سنجيب. انا محضره القماش. والعيال يا عنبر، العيال لازمهم هدمه جديده، اما جلابيت انا بقى واللاسه شغال فيهم بهالي جمعتين. ولازم نشد خبر لعمك واولاد عمك واولادهم يجوا من البلد. وانا عازم خيرة مشايخ الازهر، وامي واختي وخالي ومرات خالي. بس ايه رايك يا نجيب ناخد معانا جوعه منشدين؟ والنبي ومن نبى النبي، ما حد محن مراتك غيري، بس انت جيبها لي قبل الفرح هنا. وانا هتفق على كرتتين بشوات يشرفونا واحنا داخلين السرايا، يعني نعمل شويه فقفقه. يا بي ايه يا نجيب، انت يا ابني من ساعه ما دخلت ما قلتش كلمتين على بعض. ما انا لو اتكلمت الكلام اللي هقوله مش هيعجبك يا خير يا ابا. للاسف انتوا مش هينفع تحضروا الفرح. كلام ايه ده يا نجيب؟ ايه اللي خلاه ما ينفعش؟ انا مخنوق مش عارف اقول ليه. فرغ اللي في قلبك يا نجيب، هات اللي عندك. شرط جوازي من ملك هانم ان ما حدش من اهلي يحضر الفرح. يخص عليهم ناس دول. كان ردك ايه؟ انا بحب ملك هانم وما اقدرش اخسرها. يبقى خسرتنا احنا يا نجيب. لعنة الله عليك وعليهم. غصب عني يا اخويا، غصب عني. اصل الهانم دي مخها جزمه. بس انا ان شاء الله بعد الجواز. خلاص يا ابني، اتكل على الله. روح يا ابني، انت بعت اهلك وهم اشتروك، واللي يبيع اهله ثمنه هيبقى رخيص عند اللي اشتروه.
هتجنن شوكت. طق، مش ممكن اتخيل ولد ده يكون زوج اختي ملك. انتهى جيفون، الزواج تم خلاص. ده ولد بيخطط من زمان، عايز يلف ثروة جدي حازق باشا. اونو ساو ميرو. كل ده علشان سيبنا مصر، قدر يسيطر على عقل ماما وبابا. شوكت، لازم نرجع نعيش في مصر. سنمار لازم يكون جنب جده يدير شؤون املاكه. سنمار لازم يكمل تعليم في اسيتانا، وانا مش ممكن اخسر شغلي عشان افكارك جيفون. احنا جايين نحضر حفل زفاف ونرجع تاني على طول. تبريك لك باشا، hayırlı uğurlu olsun. İkisi bir yastıkta kocarlar inşallah. Düğünden sonra tabii ki balayı. Balayından sonra Necip'i, Meleği alıp bize gelirsiniz. Bizi şereflendirirsiniz inşallah. İnşallah, inşallah. ابننا كمال الدين يشد حيله عشان يجيب اولاد ان شاء الله. بابا اول ما خلف هنرجع مصر على طول، انا عايزه اعيش هنا. بشرط عين حياه تجيبي ولد مش زي امك انورين كله بنات بنات. هزت، مين قال بنات بنات؟ انا اجيب بنات، بناتي يجيبوا اولاد. ما شاء الله ما شاء الله، شوف شوف حفيدنا سنمار كبر ازاي. انت بقى مش اعرف جيب اولاد. يلا يلا اجري اجري، روح طريق، هتولد تاني من طريق. كاو جايوك، ما تتخنقوش، انا نفسي في بنت واسميها اهداب علشان يبقى في العيله جفون وعين الحياه واهداب. Thank you.
هيبقوا بالنسبة لي 3 سنين. أنا بالنسبة لي موت، كأني مت 3 أيام وغبت عن الوعي لما بعدت عنك. حبيبي أنا ملحقتش أشبع منك، إحنا اتفقنا شهر العسل يبقى 6 شهور، فات 5، يعني فاضل شهر. حاضر، هحاول آخد أجازة. تعرفي يا ملك، انا نفسي اخطفك واوصل بيك لمكان بعيد، بس مرة واحدة بس احس ان احنا لوحدنا. انا عارفة ان ماما مضايقاك، وعارفة انك بتستحملها عشان بتحبني. المشكلة يا حبيبتي ان انا باخد امرين في وقت واحد، امر من حازق باشا والتاني من انورين هانم، والامرين عكس بعض، ما ببقاش عارف ارضي مين فيهم. لكن سن سبايسي اتعودت على تنفيذ الاوامر. ايوه يا حبيبتي انا ظابط، بس الظابط فيه واحد بس بيديله الامر مش 2. هرشي اصلحه ولجاك نجيب، ان شاء الله كل شيء يتصلح، بس المهم يسيبونا في حالنا. نجيب يا رن، الجمعة مش المفروض كنت تزور ابوك؟ انت عقلك ايه؟ دفتر خانة. ناس الانسى حبيبي، انت متعود تصلي معاه الجمعة وتقضي مع اهلك بقية اليوم. طب اعمل ايه يا حبيبتي؟ ما هو السفر جاني غصب عني. ملك خدي فضفاضة وسواق، هو عارف بيت ابويا، خدي وصلي لهم المبلغ ده، وهي فرصة تزوريهم وتشوفي البيت والحي اللي اتولدت فيه. يا ريت نجيب، يا ريت، انا نفسي من زمان اعمل كده، بس خايفة ماما ما تسمحليش. ملك انورين هانم ما تديكيش اوامر، انت دلوقتي مراتي وانا جوزك، يعني اوامرك تاخديها مني انا. حاضر نجيب، حاضر، ما تزعلش نفسك، بس انا شايفه ناخد المساله بالتدريج عشان ما نعملش مشاكل كبيره. ده شيء صعب ان اي حد يتحمله يا ملك. يا حبيبتي احنا بقالنا 5 شهور متجوزين، مش معقوله كل حاجه ناويين نعملها ناخد فيها اذن من انورين هانم. افرن افرن، بقى في صوت رجل في سراي. ملك تعالي. ماما انا ونجيب كنا نتناقش، نجيب مسافر طبعا، قبل سفر يدي اوامر يدي تعليمات. انورين هانم، انا وملك كنا في اوضه نومنا، واظن مسموح ان احنا نتكلم مع بعض ولا هناخد اذن في دي كمان. ادب لي كلامك، تأدب، انت هنا في قصر انورين هانم مش في حي عقادين. ماما انت ازاي تسمحي تزوري اهله؟ دي تجاوزات. التجاوزات يا انورين هانم انك تتصنطي على اوضه نومنا وانك تتجسسي على شؤوننا. اشغل اخوارد، ترفع صوتك وعينك في اسياد. متاسفين ماما، خلاص نجيب امشي انت. انت مش سامعه يا ملك،
من سمعها وهي بتقول علي حقير. أنا أتجسس وأتلصص لأني متأكدة إن الحشرة الصغيرة أصبحت يلان ثعبان كبير. كفاية بقى يا نورين هانم، كفاية بقى، أنا مش هستحمل إهانة أكتر من كده. نجيب، وأنا بحذرك ولد نجيب، تخسر زوجتك وتخسرني وتخسر حازق باشا وتخسر كل شيء. ليه كده ماما؟ ليه؟ انت كبرتي الموضوع. انا اتهنت وحازق باشا لازم يتصرف، وانت تخسريني اذا وقفتي ضدي وبقيتي طرفه. طريقي يابا بقى طريق علم مش طريق جواز. يوه يا شيخ حامد، هو العلام ما ينفعش مع الجواز؟ ما تقولي حاجة يا ست ثانية. ما هي لو ما نفعتوش نعيمة فيه غيرها وغيرها وغيرها يا اختي. اللهم ليه بس؟ انا بقى شايفها لك يا شيخ حامد، هي ما اتطلقتش غير ثلاث مرات بس يا اخوي. ثلاث مرات جرى ايه يا ست ثانية عراوي؟ هو احنا بندلل على الشيخ حامد ليه؟ هو معيوب يقطعن يا شيخ حسن، بس كل زرار وله عروته يا اخويا، واحنا لسه بنلضم في الكلام. شوفي غيرها يا اللي تتشكي. ايوه يا اختي، ده في غيرها وغيرها وغيرها غيرها كتير قوي يا حبيبتي. امال ده انا سنية عراوي. مين يا سنية؟ مين يا عراوي؟ مين يا سنية؟ مين يا بت؟ لا بس مش عارفه بقى انت ليك طقطان ولا لا. طقطان؟ طقطان على ايه؟ عندي جلابية حلوة وصغيرة بس بعروتين. عروتين يعني ايه؟ يعني شابة بعيلين. يا ستي سنية. نعم اخوي. هاتين لك جلابية واحنا علينا العراوي. يعني خلاص زي ما انا قلتلكم جارتكم كراوية، هي صحيح معديه 29. ما تقولي 30 وخلصينا. لا يا شيخ حسن كدب غيبه يا اخويا، هي فاضل لها جمعتين وتم 32. هي دي اللي هتنفعك يا شيخ حامد، هي دي اللي هتهنيك. والله انا مش شايفه غيرها، وزي ما بتقول ست ثانيه هي اللي هتهنيك. خلاص بقى يا شيخ حامد، كراويه دي بنت الحاج شعبان من الحته وانت عارفها، ناس طيبين، ولا انت شايف ايه يا حامد؟ الحمد لله اني ما بشوفش، بس كفايه بسمع صوتها من اخر الربع، لكن ممكن نكتم لها صوتها. يعني نقول مبروك على كراويه. خلاص يابا، انتوا عايزين تفرحوا اكتر ما انتوا عايزين تفرحوني، وانا نفسي افرحكم. خلاص اتجوز كراوية واخلف جنزبيل. سكينول انورين هانم سكينول، احنا كده بنسبق احداث. انا واصله من زمان لده حزق، من يوم نجيب موضع رجله في سراي، وانا وافقتك وربناه وعلمناه. ما كنت اتصور ابدا يكون زوج ابنتنا. تشكرات، انصراف. وانا حذرتك حازم، حذرتك. وانت وافقتي يا نورين هانم. اوت وافقت، وافقت، ولكن بشرط الا يتعدى حدوده ويعرف فرق بين مقامات. بو مشكلات بسيطة عنورين، بقالها أيام. علاقته مع ملك طبيعية، كأن لم يحدث شيء، هو يتجاهلني حزق. لا عنورين، أنا اتكلمت معاه، هو فقط خجلان، مش عايز يحدث مصادمات تاني. يعني يتحاشاني، هو وضع حاجز بيني وبين ابنتي، هو يقويها علي. ملك أصبحت ملكه هو وليست ملكنا.
الولد ده خطر، لابد يحصل طلاق. ليه انورين نوصل للنهايه؟ طلاق لما يكون في مشكله بينهم، لكن هما متوافقين. المشكله معاكي انت انورين. وانا مش مهم، ماليش مقام في سراي. لو نجيب وجه اليك اهانه امام ابنتك وسكتت، هيبقى في طلاق ولا لا؟ طبعا مرفوض اهانات، مرفوض تبجح. وهو حصل وممكن يحصل ألعن. ليه نستنى حازق؟ دلوقتي طلاق سهل، بعدين ممكن يبقى أصعب. أنورين حبيبتي، احنا نديله فرصة تانية. لو أخطأ أنا مش أدافع عنه تاني أبدا. وأنا مش هظلمه. ألف مبروك يا شيخ حامد. بارك الله فيك يا شيخ خلف. أرزاق يا سيدي، أرزاق سبحانه مقسم الأرزاق، له في ذلك حكم. يا ساتر يا ساتر أخين، يا ساتر أخين نجيب وحامد. يا ساتر يا شاء السميع العليم، ان الباشا وهو ماشي يلاقي نجيب بيلعب في الشارع فيخطف. يا ساتر، وانت قال ايه قاعد في الدكان بتساعد ابوك؟ شوف النحس. يا ساتر يا ساتر، فيها ايه يعني؟ فيها ايه لو انت اللي كنت بتلعب في الشارع؟ ما كان زمانك دلوقتي اتخطف، وكان زمانك عمال تبرطع وتجري في القصر. بس هنقول ايه يا رجاله؟ هنقول ايه؟ الامر بعد عنك خلف. قرا ايه يا شيخ خلف؟ انت بتعاير حامد ولا بتحسد نجيب؟ يا ساتر. مبروك لبنتك يا حاج شعبان. الله يبارك فيك، جوازه مباركه يا شيخ حامد. بارك الله فيك. عقبال انجلكم، عقبال عمتر وعزيزه يا شيخ حسن. يا جماعه احنا كلنا موجودين اهو، مش نسمي بالله بقى ونكتب الكتاب؟ معلش يا شيخنا هنستنى شوية، عشان اخويا حضرة الضابط نجيب زمانه جاي، لازم يحضر جوازي. بعد إذنك يا هاني، بعد إذنك يا باشا. ألف سلامة نجيب، فستانك جميل ملك. مرسي بابا. بونسوار ماما، إحنا خارجين اتأخرنا. انتظر عندك ولد نجيب، واخد ملك حالم. ورايح فين؟ رايحين تيران نرقص. الحفلة اللي رايحاها مع الأفندي ده تلبسي فيها جلابية ويشمك وقبقاب. مش عارف اعمل ايه علشان احافظ على ادق خصوصياتي، اسد البيبان والشبابيك. انا مش هسمح بعد كده ان حد يتصنت علينا تاني. انا اتصنت لما اتاكد ان في ناس كدابين. ملك مراتي مش كدابة. احنا فعلا رايحين حفلة عشان خاطر نرقص، وبعدين انا مش هخاف ولا اخبي اقول لك ان انا ومراتي رايحين حفله او رايحين بيت ابويا.
وبعدين اظن مسموح لنا ان انا ومراتي نحضر حفله فرح اخويا اللي لاجئ. انت تتحداني؟ كفايه يا انورين. شايف حازق؟ الولد ده بقى مستفز. بس على الاقل مش مستبد. ولد اشكرهم. انا غلطت لما قبلتك زوج لابنتنا. كمان هيستخد مرض هانم تروح لقاذورات وسفلات. انا مش هسمح لك يا هانم انك تمسي اهل الكلمه. انت فاهمه؟ انتوا مين؟ انتوا فلاحلار حيوان نار كلاب. انا بحذرك يا هانم. صص دي صص. سمعت حاسق؟ دي هانا ولد ده يطلع برا سراي حالا. ماما نجيب زوجي. ده مش يستاهل تكوني زوجته. انا استحملت كتير علشان خاطر بحب ملك. هي الملك الوحيد اللي فيكم مستعد انها تستعبدني بعطفها وحبها ورقتها، لكن انتوا مش ممكن تستعبدوني بفلوسكم ولا بقصوركم. انا كان ممكن اشيل جمايلكم، لكن دلوقت مش هقبل اشيل اهانتكم. انت ست قاسيه وظلمه ومستبده زي بلادكم بالظبط، اللي عايش على الاستبداد والاستعباد ونهب خير الغلابه اللي زينا. ولا تشيل اياك تتعدى حدودك. انت قلت كلام خطير في حق حضرتنا، في حق بلادنا، تستحق علي الاعدام. اريد طلاقك من ملك حالا. هو ده الشيء الوحيد اللي مش هتقدر تاخده مني ابدا. خادم ارموه برا سراي يرجع زي ما كان في طريق. لو عتبت سراي تاني انا اكسر رجلك. نجيب حاذق باشا أرسلين، أنت مسؤول عن رد إهانة. طمني يا نورين هانم، طمني. أنا أنفي ولد نجيب للسودان، مش هيشوف مصر تاني أبدا أبدا. ماما توسل إليك. توسلت شك. ارحموني. رحمة يك. مش ممكن طفل في بطنك من نجيب لازم ينزل، لازم يموت. لا هكذا حكموا علي بالموت قبل أن أخرج إلى الحياة، وأي حياة سأخرج لها؟ حتى الآن وما حدث يتضاءل أمام الأحداث التي سطرها أبي هياوا بكثير من الحكايات التي عشتها بعد مولدي. فأنا الآن ساكن في أعشاء أمي، لا أشعر بعذابها. كانت أمي دائمة البكاء تحاول الحفاظ على جنينها، لم تعد تقابل أحد. انعزلت في حجرتها احتجاجا على جبروت جدتي أنورين، وكان جدي الباشا أقل بطشا منها وأيضا أقل إرادة. ملك ابنتنا افتحي باب، لازم تاكلي.
انت كده ممكن تموتي. انا مش عايزه اكل، انا عايزه نجيب زوجي. نجيب مش راجع تاني، ده موضوع انتهى. يبقى تسيبولي ابني؟ مستحيل، امك مصمم ولد من نجيب لازم ينزل، ما يبقاش موجود. انت عارفه امك جباره، قلب يوك، امك رحمه يوك، امك عقل يوك. ما شاء الله ما شاء الله، من جبان جبتها عندها. انصراف. طعام كلام فارغ، خدم حاسق باشا يتحداني يتقول علي، انا عقلك حاسق؟ حاشا لله، مين جبان قال كده؟ لكن ابنتنا ملك ممكن تموت. انت السبب حاسق، انت السبب في كل مصايب حصل من ولد نجيب. نجيب نجيب راح، لا يجب ابنتنا تموت. الولد لابد يموت حتى لو ماتت ملك، وانا اعرف كيف اللي في بطنها ده يموت. خدم كسروا الباب. قلبي هيتقطع الست ملك هاني مسكينه. بقول لك يا فضفاضه، احنا مش قد الناس دول، ملناش دعوه. بس دي بنتهم، حد يعمل كده في ضناه؟ وبعدين سنجيب افندي بقى ما غلطش، واضح ان الهانم الكبيره كانت ميتاله. يا وليه قلت لك ملناش دعوه؟ الحيطان لها ودان. شفتي؟ قلت لك الحيطان لها ودان. بحر، انت يا بحر افتح. ايوه يا سهام افتح ترسيس. بين سراي وعيشة بهايم. عمرك يا استهامي، بس المكان هنا مش قد المقام. أنا مش عايز مقام بحر، أنا عايز أعيش معاكو هنا في قاذورات. وقبل ما أخرج طفل في بطنها لازم ينزل، ينزل حالا. لا بس رجلك ماما، ابني لازم يعيش. أبوس رجلك، أبوس رجلك ماما، أبوس رجلك، أبوس رجلك، ارحميني، ارحميني ماما. لا 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 لا, لا.